واعلموا أن من عود نفسه العمل لله شق عليه العمل لغيره، ومن عمل لحظه وهواه شق عليه الإخلاص لله. وعلو الهمة عنوان الفلاح، ودنو الهمة سبيل الحرمان، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ولا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا تعب له. والنفوس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذوها بالعزائم والعبادات، وإذا أدبرت فالزموا الفرائض والواجبات.